او فيبر مثلا، هو عندنا الحالات اللي هي الكيميائيه اللي هو بقى ايه الكيميكال رياكشنز ما بين المواد وبعضها، كل دي تغيرات. يعني انا ما ينفعش مثلا دلوقتي بالظبط. طيب التغير ده لو قبليه عدد لا نهائي من التغيرات بفرض ان الماده ازليه مش هيحصل. ده اول جزء، وانت سلمت معايا بنفس الجزئيه دي لما كنا بنتكلم عن فكره الكون. طيب الكون احنا اثبتنا ان هو حادث، وما ينفعش ان نقول ان هناك ازلي متواجد في الحادث، ما ينفعش ان نقول ان هناك شيء ليس له بدايه في الوجود موجود فيما له بدايه في الوجود، لان هو كده هيحد، ما ينفعش. طيب كمان ايه تاني؟ تعال نبص بقى للماده. المادة علشان تكون أزلية يجب أن تكون قائمة بذاتها في الوجود، يعني الوجود لا ينفك عنها، لا يرتفع عنها أصلا. طب هل ده متحقق في المادة؟ لا. تعال نبص إزاي. لو إحنا جبنا مكعب تلج، مكعب التلج ده علشان يفضل على وجوده كمكعب تلج لازم يتحفظ في درجة حرارة معينة، وإلا هيتغير ووجوده هيرتفع عنه، هيتحول لمية. إذن مكعب التلج ده ليس قائم ده وجود النسبي، ده وجود، ده وجود المكعب، ده وجود المادة بتاعته يا حبيبي. ماشي المكعب وليس، ما هو انت عشان احنا عشان انا قايل لك ان ما فيش اي اشكال ان الماده لها، خلينا نتفق على انه الماده يا فرانك هي ذرات. انسالي بقى ميه وتلج، انا بتكلم عن الذرات. هل يحصل تغير لعدد الذرات الموجوده في الكون؟ لانه خدت فاهم الذرات دي، انا متفق معاك يا كراكن، انا متفق معاك ان هو ما بيحصلش تغير. بس هل ما بيحصلش تغير في العدد في المهية؟ يعني في المهية نفسها، في ماهية المادة. العدد حاجة، المصدر الاساسي للمادة الذرات، واذا عاوز تدخل اكتر يعني ممكن يكون النواة او حاجة، بس دي الذرات دي مش بتتغير نهائيا، لم يحدث عليها تغير. ماشي ماشي، ما هو كده كده، لان هي لو اتغيرت هويتها تتغير، ما هي ليها هوية برضو وليها ماهية زي ما انت ما قلت، هي مش هتتغير. بس هو الفكرة كلها فين؟ انا بقولك ان هي كعدد موجودة، لكن كون ان هي كعدد وككمية ثابتة ده مش بيقول ان هي ازلية. ما افصل ما بين الاتنين. لا بس بيقول انها مش متغيرة يعني مبدئيا. لا خالص، لا بيحصل فيها تغير. لا بس ما تغيرتش يعني، ممكن نفس المادة كانت موجودة. المادة بيحصل فيها تغير على فكرة. خيبك التغير حتى لو ما كانش تغير، ما هو بص الشيء مش هيتغير في ماهيته، يعني مش هتلاقي ان بس بيحصل فيه تغير. ازاي بيحصل فيه تغير؟ بطرق الاعراض عليه، بان هو يتحرك ثم يسكن. يعني تخيل مثلا اي حاجة اقول لك ايه، انا قدامي دلوقتي ايه مثلا، قدامي دلوقتي نوت بوك كشكول زي ما احنا بنقول عليه بالعربي، يعني النوت بوك ده مثلا انا بحركه تمام. هو لو كان ازلي ما كانش هيتحرك. ليه؟ لان قبل الحركة دي كان هيبقى فيه عدد لا نهائي من الحركات، فما ينفعش. اوكي ماشي، بس ده دخلنا بنفس الاشكالية يا فرانك. شوف، في صار عندي انا مفهومين للأزلية بالنسبة لك. يعني احد مفاهيم الأزلية اللي تعرف ليها انه عدد لا نهائي من الاحداث. نفس الوقت لما نطلع برا الكون تقول لي الأزلية دي، لا انا ما بقولكش ان الأزلية كده، انا بقولكش ان الأزلية كده، بس ده لازم الأزلية. لان لازم الأزلية الأزلية مش كده، بس ده لازم الأزلية لو افترضنا ان الأزلي يتحرك. ما هو عشان كده الأعراض كلها كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق والاتصال والانفصال والحرارة والألوان والجاذبية، كل هذه الأمور وكل الأعراض بتنفي الأزلية. أنا مش عايز أخش لك في مسألة الجوهر والأعراض. بص هي يعني والله أخش لك فيها عامل إيه، بس هو أقول لك، بس هو الموضوع دلوقتي إن الكشكول ده أو النوت بوك اللي معايا دي دلوقتي، أنا علشان أحركها حركة معينة، وأنا والله بحركها دلوقتي فعلا، علشان احركها لازم قبلها لو كان ازلي، لان هو ممتد الى ما لا نهايه في الماضي، يكون في قبله عدد لا نهائي من الحركات. ماشي، بس الكون ليه بدايه، ما احنا عرفنا خلاص ما فيش عدد لا نهائي. ماشي، ما هو بالظبط بالظبط. ماشي، ما هو كل بدايه، المكون الاساسي بتاع الكون ايه؟ مش الماده. الماده طيب كانت موجوده وكانت ساكنه ونفسها هي الماده نفسها. الرقم عدد الذرات الموجود، الماده عباره عن، ثم حدث شيء معين مش عارفينه، صارت الماده تتغير بشكل اخر ولكنها بقت ماده. حلو، انا هقول لك بقى على الماده عباره عن ايه. الماده عباره، غير اللي هو الاتومز والكلام ده كله، الماده عباره عن جوهر وعرض. يعني ايه جوهر؟ جوهر هو الجسم اللي انت بتشوفه قدامك ده الجوهر اختصارا، يعني بدل ما اقول لك اللي هو ما بيتجزأش والكلام ده كله. الجسم اللي انت شايفه قدامك ده اسمه جوهر،
لازم الجسم ده يكون له شوية أعراض زي إن هو يا إما ساكن يا إما متحرك واخد لون معين يا إما متصل بشيء يا إما منفصل عنه يا إما مجتمع مع شيء يا إما مفترق عنه تطرأ عليه الجاذبية فاهمني الحرارة له درجة حرارة معينة كل دي أعراض الجوهر والجسم نفسه والعرض هي الحاجات اللي أنا قلتلك عليها دي. طيب تعال نشوف الأول الأعراض اللي هي زي الحركة والسكون والكلام ده. أولا العرض حادث. يعني إيه العرض حادث؟ العرض حادث لأن له بداية. أنا دلوقتي لو جيت أحرك أي حاجة الحركة دي ليها بداية، فالعرض نفسه اللي هو الحركة ده ليها بداية. وكمان العرض قابل للعدم، يعني ممكن أن ينعدم. كان عدم السكون حينما تحل الحركة، وانعدام الحركة حينما تحل السكون. يعني دلوقتي لما ببدأ أمسك مثلا نوتبوك وحركها السكون عدم عنه، السكون بتاعه انعدم خلاص مبقاش موجود السكون ده، ولما ببدأ أنا أرجعه تاني مكانه الحركة انعدمت. فالعرض حادث ده أول حاجة. تاني حاجة أنه لا يوجد جوهر بلا عرض، مفيش جسم من غير أعراض، العرض لا ينفك عن الجوهر. بمعنى كده أن الجوهر لم يسبق العرض في الوجود، وده ينفي أزلية الجوهر في موضعين. أول حاجة أن ما لم يسبق الحادث فهو حادث، يعني عندنا الجوهر عندنا العرض اللي هو زي الحركة والسكون ليهم بداية في الوجود، والجوهر ما سبقهمش في الوجود فهو أيضا له بداية في الوجود، وكمان أن ما قامت به الحوادث فهو حادث، لأن علشان يطرأ أي عرض على الجوهر يجب أن يكون قبل هذا العرض عدد متناهي من الأعراض، وإلا لو كان هذا العدد اللانهائي موجود وده لازم الأزلية للجوهر أو للمادة، فما كانش العرض ده ممكن أنه يطرق أصلا، ما كنتش هقدر أنه أحرك حاجة، لأن أنا قبل ما الشيء ده يتحرك أيا كان هو إيه كان هيبقى مستني عدد لانهائي من الحركات قبلها أنه يتم وحلني بقى. فساعتها هنقول برضو أن الجوهر حادث، وبما أن العرض حادث وجوهر حادث وهم أصلاً أساس المادة فالمادة حادثة. وزي ما قلت لك المادة مش قائمة بذاتها في الوجود، وجودها ممكن يرتفع عنها. أبسط حاجة ممكن أعملها هات شوية بنزين وولع فيهم، بتغير درجة الحرارة اللي هم موجودين فيها بينعدم وجودها بتتحول لحاجة تانية. الوجود مش معناه مش معناه اللي هو الوجود اللي هو التحول، أنا قايل لك من الأول إن هي لا تفنى ولا تستحدث من العدم، بس البنزين لو كان قائم بذاته في الوجود، يعني لو الوجود من ذاتياته مثلا كان هيفضل طول عمره بنزين، مستحيل إنه يتغير. أنا ما قلتش إن البنزين أنا ما قلتش يا فرانك إنه البنزين أنا بديك خزلي. مثال أنا ما قلتش إن البنزين أزلي ولا مكعب الثلج أزلي، أنا بقول المادة أزلية. ما هو مش دول مادة البنزين ده انا انت جبته مش انا اللي هما مش دول رئيس البنزين انا اتفق معاك انه مش أزلي. انا بديك امثله على الماده، وانا لازم اجيب لك كل مثال على الماده في الكون واثبت لك ان هو بيتغير ان هو مش قائم بذاته في الوجود. انا بديك امثله دلوقتي احنا ماشي احنا بنقول ان البنزين عدم هو من عدم مش هو البنزين عدم بس مادته يعني احنا خلاص لا انت بص اقول لك على حاجه انت لازم تفهم يعني ايه انت اكتشف العدم من الوجود دلوقتي ماشي بص البنزين لو كان او بلاش البنزين مكعب التلج عشان ابسط ما بحبش البنزين مكعب التلج لو كان وجوده لا يرتفع عنه اطلاقا ده معناه ان هو كان هيفضل في كل الحالات وفي كل الظروف وفي كل الهيئات هيفضل مكعب تلج. هل ده بيحصل؟ لا مش هيحصل طبعا. بالضبط. فالوجود ليس من ذاتياته، هو مدام هو تحول يبقى هو محتاج مفتقر لما هو خارج عنه لكي يظل موجود، وإلا هيتحول لحاجة تانية. فمعنى أن المادة بتتحول يعني هي مفتقرة إلى شيء أو أشياء لكي تظل على صورة معينة، وإلا تحولت أنها ليست أزلية، لأن الأزلي وجوده لا يرتفع عنه إطلاقا لا ينفك عنه أبدا. يعني أنت بتقول أن الأزل يلزمه السكون وعدم الحركة؟ لا، السكون أيضا عرض ينفي الأزلية. السكون أيضا عرض ينفي الأزلية. أي عرض ينفي الأزلية. أنا مش بقولك إن لازم الأزلية السكون. الأزلي لا هو متحرك ولا هو ساكن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تعليق يا إخوان؟ ممكن بس ثانية واحدة السنة بالله عليك معلش. أنا بس أخلص الموضوع ده والله وبعد كده عادي أسكت والله أصلا أروح أنام. لا أنا لا أريد أن أحاور، أنا فقط عندي تعقيب. في الوقت الذي يظهر لك مناسب
ماشي ما فيش مشكله، بس خلص الموضوع ده بس والله. وبعد كده عادي والله، انا والله في كذا حد والله حتى بعت لي وقال لي عايزين نعمل مداخله. خلاص فرانك احنا نكمل بعدين، مش مشكله. انا ما يعني انا فاهمني فبس يعني تمام. هيفضل بقى السؤال الاخير اللي هو نشوف، هل نسال سؤال اخير، هل يجوز عقلا ان تنعدم الماده؟ لا. ما هو المستحيل العقلي؟ ولو جبته اديك مليون دولار. ايه رايك بقى انها تنعدم؟ المستحيل العقلي لا تنعدم. المستحيل العقلي، مستحيل العقلي لان انا مش عارف ايه العدم اصلا. المستحيل العقلي الذي يتعارض مع الضرورات العقليه كمبدا الهويه وعدم اجتماع النقيضين والثلث المرفوع والدور المحال وبطلان التسلسل. طيب ما النقيضين الشيء موجود وغير موجود. لا انا بقولكش ان الشيء موجود فين، ده في النقيضين. ده انا مش عارف ايه النقيضين قصدك فيها. انا مش عارف. يعني نقيضين كده كان يعني. بص انا بقول لك ايه هي الحاجات اللي المستحيل العقلي ما ينفعش يتعارض معاها. فاين بقى المستحيل العقلي؟ يعني الماده لو انعدمت، اين تعارض هذا مع مبدا الهويه او عدم اجتماع النقيضين او الثلث المرفوع او الكلام ده كله؟ ما هو دي الفكره اللي بقول فيها. ما بقول لك مش مستحيل حاجه تكون موجوده وغير موجوده. لا يعني مثلا العقل مثلا لا يجوز اطلاقا ويوجب ان يكون واجب الوجود موجود. ما ينفعش ان يكون كل حاجه ممكنه، لازم يكون في واجب وجود. انا ممكن اشرح لك ليه عقلي ما يقبلش بطريقه بالمفهوم اللي افهمه انا. لا بص مشكلتي بالعدم. انا مشكلتي بالعدم. ماشي ساعتها تبقى وجهه نظر. لا ما ده عقلي، ما انا بالعقل بتاعي يمكن عقلي ماشي تمام. ما هو ماشي ما هو عقلك. بص العقل عامه الضروري، العقل الضروري اللي هي الامور البديهيه، هو الحاجات اللي قلت لك عليها اللي هي مبدا الهويه وعدم اجتماع النقيضين والثلث المرفوع، وبناء على عدم اجتماع النقيضين قلنا الدور محال والتسلسل محال. ما انت اصلا الجمله كلها فيها اشكاليه. انت بتقول لي تحولت الماده لعدم، انتفت. انت يعني تحولتها لحاجه انت مش عارف ايه المشكله. ارتفع الوجود عنها، ارتفع. عندنا نقيضين يا كراكن اسمهم الوجود والعدم، صح؟ ما انا مش عارف العدم. انا عارف العدم هو نقيض الوجود بس. ده هو اللا وجود. هو اللا وجود هو عكس الوجود. بس انا لم اراه ولم اتخيله ولم اشوفه ولا ماشي ولا وعلى فكره خلي بالك ما هو اصلا لا يجوز تخيله لان هو ليس له مصادق. هو في فرق، ما انت لازم تفرق ما بين الاعتبار والتصور. طيب اذا عقلي الاعتبار قادر على احتمال هاي المعادله انه في حاجه صارت عدم. ليه ما هو عقلك قادر على تصور العدم اصلا. كراكن علشان اقول ان العقل لا يرجح او لا يعني لا يقبل هذه الفكره، يبقى معناها ان في تعارض مع المبادئ اللي انا قلتها لك. ده ساعتها هقول لك انت فعلا بجد كلامك سليم وفعلا العقل لا يقبل هذا. طب انا افكر في الموضوع ده لانه انا يعني صعب، بس انا عاوز افكر فيه. عاوز اخد وقتي افكر في موضوع انه المد انه المنع العقلي. اقول لك عاوز اقرا شويه على موضوع المنع. حاضر مفيش مشكله. يعني انا ما عنديش جواب دلوقتي بصراحه. ما عنديش جواب. حاولت ما اقول مع موضوع العدم بس مش انا فيش مشكله. انا كده هنهي معاك والله، بس اديني دقيقه بس. بص يا كراكر، بص في مثال احنا بنستخدمه. لو جبت قطعه عجين دائريه الشكل تمام، وانت شكلتها بعد كده على صوره مثلث تمام، الصوره قبل التشكيل كانت فين؟ كانت موجوده متحققه؟ لا خارج ذهني يعني. لا ما كانتش موجوده صح؟ لا كانت موجوده بس في ذهني. لا ما سيبك من ذهنك، انا بكلمك عن الوجود المتحقق في الخارج. انا عارف ان هو كده مش. لا ما كانتش بالظبط يعني ما كانتش موجوده. لا يعني كانت ايه؟ يعني لما ارتفع عنها الوجود كانت ايه؟ كانت الصوره ايه؟ معدومه. بس الصوره دي حاله ذهنيه، دي اصلا مش ماده. لا يعني لا دي بس دي مش الصوره الشكل الحديد اللي بتقول عنه ده، الشكل ده مفهوم اعتباري مش مفهوم حقيقي. ماشي بس ما انا فاهم انه مفهوم اعتباري في المقام الاول، بس هو بيتحقق في الخارج من ابعاد الشيء. فاهم ازاي؟ انا معاك والله العظيم، بس انا بقولك ان الصوره في الخارج في الاخر اتت وكانت يعني بقى لها وجود، وقبل هذا الوجود لم تكن موجوده. طيب العدم، بص في عدم اسمه العدم الفلسفي، عشان بس انا هديك كده شويه حاجات ما دام انت ناوي انت تدور فش تعرف بس الفرق. في عندنا عدم فلسفي اللي هو العدم المحض،
اللي هو لا هو وجود اعتباري ولا وجود حقيقي ولا أي حاجة. أنا بقولك إن العدم ده لا يأتي منه شيء، لكن العدم الذي هو تفسير لارتفاع صفة الوجود عن الشيء هذا لا إشكال فيه. والعدم هو لا وجود، وده كان كلام ابن سينا واحد من الفلاسفة، انت اكيد عارفه يعني، لما قالك ان الامور تعرف بأضدها، وكان لما استخدم كلمة أضدها كان يقصد اللي هو النقيض. طب والوجود؟ هتقول لي طب والوجود هو ايه؟ طب هو ايه الوجود؟ ايه نقيض المسبب الاول؟ لا هو ده معرفه بنقيضه، هو واجب، هو واجب لا ده بس للممكنات، للممكنات يعني. لا لا هو واجب، ما ينفعش تقول ان له نقيض. انا عشان اعرفه، ما هو ابن سينا بيقول اعرف الحاجات بنقدها. انا فاهم، انا فاهم. لا ما هو بص هقول لك على حاجه، هو واجب، ما ينفعش يا كراكن تدي له هويه الممكن وهو واجب. كان ده ضرب كان كان, كان, كان يسميه، كان يسميه الفلاسفه المحرك الاول. يا ليه قلت كان الفلاسفه يسمونه المحرك الاول او يعني ماشي المسبب الاول يعني او المحرك الاول، بس هو يقصد يعني واجب الوجود يا اهل السنه يعني، هو ده المقصود. فهو بيقول لي ايه النقيض؟ في كله ما ينفعش، هو واجب، ما ينفعش تدي له هويه الممكن وانا له نقيض. فاهمني ازاي؟ فده اللي اقصده يعني. فهو عامه الوجود، انت عارف ايه هو الوجود ولا لا يا كراكن؟ ما انا كمان الوجود اصلا، هو الوجود موضوع اشكالي. هو الوجود ده ازلي اصلا؟ لا خالص، الوجود مش موضوع اشكالي خالص. هو ازلي؟ الوجود ازلي؟ الوجود ولا مرتبط بالاشياء الموجوده؟ مش فكره ان كده. الوجود يا صديقي هو مفهوم. ايه بقى الوجود ده؟ علشان هو المشكله كلها فين، من ان ما حدش بيقدر ان هو يحط مفهوم للوجود. بس ايه هو الوجود؟ الوجود الفلاسفه نفسهم قالك هو اقرب اليك من ان انت تعطي عليه تعريف، لان شرط التعريف ان يكون المعرف به اوضح من المعرف، وليس هناك أوضح من الوجود. فهو جنس الأجناس، فهو لا يعني هو لا يعطى عليه تعريف. يعني أنت دلوقتي يا كراكن، أنت عمرك قدرت أو سمعت عن تعريف للوجود؟ لا طبعا. أنا أقول لك عندي مشكلة أن أصيغ تعريف للوجود. ماشي حلو جدا، وإحنا كلنا عندنا مشكلة على فكرة، وإحنا عندنا. بس هل أنت محتاج تعريف علشان تقول لي أنت موجود ولا لا؟ لا بس السؤال هنا الوجود المسبب الأول أزلي بالطريقة دي، أنا هفهم إنه المسبب الأول والوجود بتاعه أزليين. ماشي ما هو الوجود يعني، ما هو أزلي يعني الوجود يعني هو ليس له إلا الوجود، لا يقبل العدم يعني. طب الكون ده أنا هدخل في تفاصيل تانية بعدين، لأن الموضوع طويل. أنا عاوز أعرف الوجود ده يعني ممكن يزداد يعني، إحنا الوجود كان موجود وحطينا فيه الكون، ولا إحنا اخترعنا وجود وركبنا عليه الكون؟ ما إحنا بدنا نفهم. لا هو الوجود مش شيء، ما تشيئش الوجود، بس هو شيء الوجود ممكن، هو مفهوم اعتباري يمكن تحقيقه بالخارج. الوجود هو لا الوجود هو التحقق بس، لكن هو مش شيء بنبني عليه يعني، هو ما تشيئوش، ما تعملوش شيء ومنه بنصنع شيء. لا هو ليس كذلك. الوجود هو تحقق الشيء بس مش اكتر، ان يكون متحقق، ان يكون له الوجود بس. لو ليس موجودا هو معدوم. طيب هو يعني هو ليس المسبب الاول على راي الاخ اللي حكى البرايم موفر له وجود، له وجود طبعا. ما هو اصلا التاثيرات كلها اصلا دي كلها صفات وجوديه يعني. ما ينفعش ان انا اقول ان العدم حرك شيء، هذا ليس مقبول اصلا. الاصل الاصل هو الوجود وليس العدم. الاصل هو الوجود وليس العدم يعني. لا بد ان هناك يعني واجبا للوجود، لا بد ان يكون. فهمت اخي كراكن؟ ماشي. هو فهمت يا كراكن؟ لا يعني انا فهمت فكرتكم يعني. نكمل بكره يا كراكن. خلاص نكمل بعدين. احنا يعني عاوزين نشوف بقى الناس بقى ايه، نشوف عشان انا طولت عنك. خلي الناس بلاش الناس يعني. انا عندي قضيه يا والله يا مصطفى موجود، استاذ مصطفى واستاذ تينكر موجودين. اتفضل يا فرانك، استمر اتفضل. لا والله هو الناس يعني، انا بصراحه يعني ايه، علشان ما تقلش على الناس ولا تقل على كراكن، فانا هكمل مع كراكن. ممكن انا موجود بس كراكن سمع اخي، مستمع. طب مش الدور كده، كل واحد دقيقتين يا فرانك، كل واحد كده دقيقتين.